لو جيت سألتك ايه هو الفيلم لوك او الالوان السينمائية بالنسبة لوجهة نظرك، فغالبا اجابتك هتكون مش صح، او انك هتقولي هي الالوان اللي بتكون شبه الافلام اللي احنا بنشوفها بالاضافة عليها البارين السود او الحواف السوداء اللي بتبقى من فوق ومن تحت، ودي برضو اجابة غلط، يعني الاثنين هما غلط. وعلشان كده انا عملت الفيديو ده، الفيديو اللي هشرح ليه فيكم ايه هو الفيلم لوك وايه هو معناه الحقيقي مش المعنى اللي انت عارفه غالبا، وهنعمله كمان مع بعض على برنامج دافينشي. فبس كده مش عايز اطول عليكم، وخلينا نبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ايه الاخبار؟ طيب، ناس كتير قوي عندها مفهوم غلط عن الفيلم لوك او اللوك السينمائي. تيجي تسأل حد ازاي تقدر تعمل لوك سينمائي او تخلي الفيديو بتاعك شبه فيديوهات الافلام، هيقولك بس انت خلي الالوان بتاعتك شبه الوان اي فيلم، وبعد كده بهت الالوان وخلي الشادوز مرفعة شوية وحط بارين سود او الحواف السوداء اللي هي بتبقى من فوق ومن تحت، وبس كده انت وصلت للفيلم لوك. وده بالنسبة لوجهة نظره هو، او بالنسبة للفيلم لوك من وجهة نظره هو، هي خطوات صح. ولكن هنا المشكلة مش فيه، المشكلة في تعرفه هو على الفيلم لوك. ايه هو الفيلم لوك من وجهة نظره؟ فالفيلم لوك هو بالنسبة له صح بالنسبة لمفهومه عن الافلام اللي بتتعرض في الوقت الحالي. بس اللي انت بقى ما تعرفوش عن الفيلم الاصلي، شريط الفيلم اللي كانوا بيصوروا عليه زمان، احنا دلوقتي بنصور على ديجيتال، وزمان كنا بنصور على شريط الفيلم، فشريط الفيلم ده كان بيديك لوك او احساس مختلف للصورة. وده نتيجة عن ان الفيلم لوك بتاع النهاردة بتاع الديجيتال مختلف عن الفيلم لوك بتاع زمان بتاع الشرايط اللي هي بتاعت الفيلم. ولو بصينا بصة سريعة على الافلام اللي كانت بتتصور على فيلم حقيقي مش على ديجيتال، هتلاقي ان اللوك بتاعها او الاحساس بتاعها او الصورة بتاعتها كانت احلى بكتير من الصور بتاعت الديجيتال النهاردة. رغم ان النهاردة في الوان كتير وفي تطور كتير في عالم التكنولوجيا، ولكن برضو لا يزال الفيلم بتاع زمان هو بيديك لوك احسن او بيديك احساس صورة افضل بالنسبة لكاميرات الديجيتال بتاعت النهاردة. ومن النقطة دي لو جيت سألتك نفس السؤال تاني، ايه هو الفيلم لوك من وجهة نظرك؟ هتقولي هو ان احنا بنحاكي الفيلم لوك بتاع زمان بالمشاهد اللي متصورة على كاميرات ديجيتال زي بتاعة النهاردة. ودي فعلا هي الإجابة الصح، لأن الفيلم الحقيقي أو الفيلم لوك معناه هو إن احنا عايزين نوصل أو نحاكي الفيلم بتاع زمان أو إحساس الصورة بتاعة زمان. هنعمل له محاكاة على إيه بالظبط؟ على كاميرات الديجيتال بتاعة النهاردة، زي الكاميرا اللي أنا بصور بيها دلوقتي. معلومة مهمة جدا لو أنت مش عارف، فالفيلم بتاع زمان اللي هو مفروض قديم جودته أعلى من كاميرات الديجيتال بتاعة النهاردة. يعني الأفلام اللي هي بتاعة زمان زي 70 ملي وال 65 ملي هي بتدي صورة أنقى وأفضل من كاميرات الديجيتال بتاعة النهاردة اللي هي بيتصور بيها الافلام الكبيره والعالميه وكل الكلام ده. فمش معنى ان انا اقول لك ان احنا عايزين نحاكي الفيلم لوك ان احنا عايزين نرجع خطوه لورا، بالعكس احنا عايزين نوصل للفيلم لوك بتاع زمان لان هو الافضل طبعا بلا منازع، ولكن في كاميرات الديجيتال بتاعه النهارده، لان الكاميرات الديجيتال هي بتوفر في الوقت وفي المجهود وفي الفلوس طبعا، ولكن الفيلم هو عكس كده لانه بيحتاج خطوات كتير. وهو ده بكل بساطه اللي احنا هنعمله النهارده، هنحاكي اللوك بتاع الفيلم بتاع زمان على قد ما نقدر على كاميرات الديجيتال بتاعه النهارده، وكل ده في خطوات قليله 3 او 4 خطوات علشان بس نوصل لصورة امتع للعين وافضل للعين وحقيقية اكتر. فبس كده خلينا دلوقتي نروح لبرنامج دافينشي ونعرف ازاي هنقدر نوصل مع بعض للفيلم لوك. طيب، في البداية اول حاجة هنعملها وهي ان احنا هنجيب صورة زي كده بحيث بس نعرف ايه هو الفيلم لوك مع بعض، او ايه هي الحاجات الاساسية اللي بيتميز بيها الفيلم لوك. وده بس انت محتاج تعرفه علشان بعد كده تبقى عارف انت محتاج تعمل ايه في الصورة بتاعتك، لان كل صورة حالتها بتختلف عن حالة الصورة التانية. فبرضو يعني خلينا نوضح ايه هي الحاجات او ايه هي المعالم الاساسية اللي بتبقى موجودة في الفيلم لوك. طيب، اول حاجة بيبقى متميز بيها الفيلم وهو الكونتراست العالي. لو جينا نبص هنلاقي ان الكونتراست غالبا في الفيلم بيكون عالي، مش بيكون زي الافلام التانية. لو جينا مثلا لشوت زي ده كده، ده من فيلم درايف، هتلاقي ان الشادوز مش حقيقيه، الكونتراست الى حد ما او السكين تونز التدرج ما بينها وما بين الشادوز او الظلال هو تدرج ناعم مش خشن او مش واضح زي ما كان في الشوت ده مثلا. تاني حاجه وهي ان الالوان مش بتكون الى حد ما ساتوريتد، ودي مش مهمه قوي برضو حسب اللوك اللي انت عايز توصل له، ممكن تخلي الالوان ساتوريتد او لا، ولكن في الغالب برضو الالوان بتكون هاديه ومتوازنه كلها مع بعض زي ما انتم شايفين. ولو جينا برضو لحاجات تانيه زي مثلا ده من انترستيلر، هو بيعكس القاعده دي وهي ان الالوان ساتوريتد او مش باهته على عكس الستيل دي مثلا، فهنا الالوان باهته وهنا الالوان زاهيه، ولكن في الغالب بتكون الالوان هاديه وبتكون كلها متوازنه مع بعض، مش بيكون لون طاغي على باقي الالوان. ثالث حاجه ودي بقى اللي بيتميز بيها كل انواع الافلام وهي الفيلم جرين. الفيلم جرين هو مش حاجه مقصوده تحصل في الفيلم، ولكن زي ما قلت لان الفيلم الحقيقي هو يعني بيتاثر كيميائيا بالصوره اللي بتتعرض قدامه، فبيحصل تاثير معانا وهو ان في حبيبات بتظهر وبتختفي دايما في الفيلم اثناء التشغيل، وهو ده اللي اتعرفنا عليه باسم الفيلم جرين. الفيلم
جريم مش وحش او مش نويز زي ما انت ممكن تكون فاكر، بالعكس هو لوك حلو قوي وبيدي الصوره يعني ملمس، يعني وانت بتشوف الصوره كانك ماسكها بايدك وماسك خامتها عامله ازاي. فالفيلم جرين هو من اكتر الحاجات اللي بيتميز بيها الفيلم ومن اكتر الحاجات الحلوه في الصوره، وهي دي من الحاجات اللي احنا هنحكيها. ولو موجوده في الفيديو بتاعك في شويه نويز قليلين، فيفضل ان انت تسيب النويز مكانها، ما تعملهاش ازاله لو انت عايز توصل للوك الفيلم. ولو انت عايز توصل لاي لوك عموما، فالفيلم جرين في الغالب لو هادي بيكون حلو قوي وبيكون يعني ممتع للعين. فبس كده دول ثلاث حاجات بيتميز بيهم الفيلم: الكونتراست العالي والالوان المتوازنه والفيلم جرين. هنشوف بقى دلوقتي ازاي هنقدر نطبق الحاجات دي على دافنشي. طيب لو جينا نشوف مشهد زي اللي انتم شايفينه قدامكم ده، ده واحد صاحبي صور هوني متصور عادي بالكاميرا بتاعتي على 8 بت ما فيهوش اي حاجه مختلفه، ومحتاجين نحط عليه الفيلم لوك. فاحنا هنعمل كده في ثلاث خطوات بس. اول خطوه وهي ان احنا نروح عند الكالر بيج، وفي النود بتاعتنا دي كليك يمين هنسمي النود دي ريك 709. النود دي هي اللي احنا هنصحح فيها الالوان وهنظبط فيها الاضاءه والالوان بتاعه الصوره. فاحنا محتاجين نوصل لايه في الاول؟ زي ما اتكلمنا محتاجين نوصل للكونتراست العالي، محتاجين الصوره بتاعتنا يكون فيها ضوء وظل وفي فرق كويس ما بين الاثنين. فاحنا هنوصل لكده عن طريق الكيرفز، يعني دي هي الطريقه اللي انا بفضلها. مش بفضل ان انا استخدم البرايمريز، انا هستخدم الكيرفز في الحاله دي بالذات. وقبل ما استخدم الكيرفز انت هتروح عند الثلاث نقط دول وهتنزل تحت وهتفعل السبلاينز بتاعتك بالشكل ده. فلو ضغطت على الهايلايتس من فوق هتلاقي ان في نقطه ظهرت معاك، نبدا نمسكها ونطلع بيها واحده واحده بالشكل ده كده كفايه. وهنبدا بقى نمسك النقطه الاساسيه ونطلع بيها كده، فهتلاقي الصوره بتاعتنا بقت بالشكل ده. طيب احنا كده ظبطنا الهايلايتس، ننزل تحت عند الشادوز نضغط عليها وهنلاقي النقطه بتاعتنا كمان دي ظهرت، نبدا ننزل بيها واحده واحده بس مش هننزلها قوي، يعني هو كده كفايه. ونزق الشادوز بتاعتنا كده كمان، فتلاقي الصوره بتاعتك الكونتراست بتاعها بقى عالي بالشكل ده. ولكن مع الكونتراست تحس ان الميد تونز والهايلايتس ضربوا مع بعض، او الحته اللي مش منوره قوي والمنوره بقوا حته واحده. فهنحاول نظبط كده دلوقتي مع بعضينا بالشكل ده، هنا كده قبل وده كده بعد بالنسبه لتظبيط الاضاءه. شوف هنا الفرق ما بين الجلد في الشمس عامل ازاي والظل عامل ازاي، وده اللي احنا كنا عايزين نوصل له، ان احنا نخلي الفرق بتاعنا شارب او حاد. بعد كده هنزود الساتوريشن بتاعنا واحدة واحدة، نبدأ نطلع بيه بالشكل ده كده كويس أظن. فده كده قبل وده كده بعد، الإضاءة إلى حد ما مظبوطة وهنرجع لها بعد كده وهقول لكم ليه، والألوان كمان مظبوطة. فبعد ما عدلت وظبطت الألوان بتاعت الصورة هتضغط على Alt S، هتعمل نيو نود بالشكل ده كليك يمين، وهنسميها فيلم لوج أو فيلم لوج، أي مسمى مش هتفرق. طيب من النقطه دي احنا هنبدا نحاكي الفيلم بتاعنا. طيب الفيلم بتاع زمان اللي هو احنا بنحكيه دلوقتي كان بيتصور على حاجه وهي اسمها السينيون فيلم لوج، فاحنا محتاجين نعمل فيلم لوج زي ما كان بيحصل في الفيلم الفيزيكال اللي هو الفيلم الحقيقي. فهنروح عند الايفكتس وهننزل تحت عند الكولر سبيس ترانسفورم، هنجيب التاثير ده نحطه هنا وهنخلي الاوتبوت جاما بتاعتنا على سينيون فيلم لوج اللي هو ده. اول ما نضغط هنلاقي الالوان اتلعب فيها بالشكل ده وبقت مختلفه، ده كده قبل وده كده بعد، وكده احنا حطينا الفيلم لوج على المشهد بتاعنا اللي هو متصور على ديجيتال. طيب بعد ما كان المشهد بيطلع بالفيلم لوج او بيبقى منظره بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده، زمان ما كانش عندهم لاتس، ما كانش عندهم ملف او بريست بتحطه في برنامج المونتاج بيلون الفيديو كله، فكان عندهم حاجه وهي اسمها الفيلم برنت، او يعني صبغه معينه بتتحط على الفيلم فبتدي لون معين لكل الفيلم او بتدي لوك معين للفيلم. اللوكس دي كانت كتير جدا او كان في كذا صبغه معموله، ولكن في لوك واحد مشهور احنا هنعمله وهو الكودك 2383، وده هتلاقيه في اللاتس. لو رحت عند اللاتس هنا في دافينشي، طبعا لازم تكون بتستخدم دافينشي، ونزلت تحت عند الفيلم لوكس هتلاقي ان انت عندك فيلم لوكس كتيره قوي ما عدا اخر اتنين دول انا محملهم. ولكن من الفيلم لوكس اللي احنا هنستخدمها واللي هي مشهوره وهي الكودك 2383 دي 55 او دي 55، فهنكرييت نيو نود ونحطها تحت كده ونسميها كودك 2383 بالشكل ده، وهنروح تحت عند الفيلم برنت بتاعنا كليك يمين ونضغط على ابلاي لات تو كرنت نود، هتلاقي اللات نزل معاك بالشكل ده، او ان انت دلوقتي حطيت الفيلم برنت بتاعك على المشهد. ولكن المشهد باظ زي ما انت شايف، الالوان ضربت في بعضها، الاضاءه ما بقتش زي الاول، فمحتاجين نصلح حاجه زي كده. ومن هنا احنا هنرجع للريك 709 اللي احنا قلنا هنرجع لها بعدين اللي هي اول نود، وهتبدا تظبط الاضاءه بتاعتك بحسب اللي يناسب الصوره اللي انت عايزها. يعني مثلا انا شايف ان الهايلايتس دلوقتي ضربه فهبدا انزل بيها واحده واحده، كمان ابدا انزل بالشادوز
فاحنا كده دلوقتي ظبطنا الاضاءه بتاعتنا. يعني انت لو اساسا قافل الريك 709 كان الصوره بتاعتك هتبقى كده، ولكن دلوقتي الصوره بتاعتنا بقت كده، محتفظين بنفس الكونتراست العالي ما بين الحته المنوره والحته المظلمه، وده مهم جدا علشان الفيلم لوك الحقيقي اللي احنا عايزينه يوصل معانا. وكمان ظبطنا الاضاءه دلوقتي، ومحتاجين بس ان احنا نزود الساتوريشن حاجه بسيطه، فهنبدا نزودها من تحت بالشكل ده. فدلوقتي كده قبل وده كده بعد. طيب يعني ايوه احنا ظبطنا الصوره بتاعتنا، ولكن ممكن تكون في حاجات مش متظبطه زي الوايت بالانس مثلا او توازن اللون الابيض. ففي نفس النود اللي انت واقف فيها بالظبط هي هتروح عند التمبريتشر وتبدا تظبط زي ما انت شايف الصوره بتاعتك هتبقى كويسه. خد بالك برده من حاجه مهمه، وهي ان التلوين ما فيهوش قواعد. انت عايز توصل للوك معين، فعادي جدا تعمل اي حاجه توصلك للوك اللي انت عايزه. انا محتاج الصوره بتاعتي تبقى زرقاء اكتر او تبقى مايله للبروده اكتر، فهمسك التمبريتشر وابدا انزل واحده واحده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وممكن كمان امسك التنت بتاعي وارجعه حاجه قليله قوي زي ما انتم شايفين كده. فده كده قبل وده كده بعد. حاجه كمان ممكن تعملها علشان تعالج مشكله الهايلايتس الزياده قوي دي، ان انت تنزل بالهايلايتس من تحت حاجه بسيطه بالشكل ده. فده كده قبل وده كده بعد. فاحنا كده عملنا خطوتين مهمين جدا، وهما الريك 709 بتاعنا، او ان احنا نوصل الصوره بتاعتنا ان هي يبقى الكونتراست بتاعها شبه كونتراست الافلام اللي هو بيكون قوي زي ما قلت. وتاني حاجه وهو الفيلم برنت ايميوليشن اللي هو الكودك 2383 اللي هو بريست من الاخر ولكن معمول للفيلم، ولكن احنا بنستخدمه على كاميرا ديجيتال. من النقطه دي انت ممكن تبدا تعدل في الالوان بتاعتك عادي جدا. ممكن مثلا تعمل نيو نود وتسميها لوك ادجستمنت وتروح عند الكيرفس، ولو اللون مثلا اللي فوق ده مش عاجبك ممكن تحدده وتبدا تغير فيه بالشكل ده مثلا لو انت حابب اللون ده. لو لون الجلد مثلا انت عايز تغير فيه حاجه بسيطه فبرضه ممكن تمسكه وتبدا تغير فيه بالشكل اللي انت عايزه، ولكن انا ارجح ان انت تسيب نفس الفيلم برنت لان هو بيبقى حلو جدا وبيبقى مدي درجات الوان حلوه للصوره بتاعتك. فانا ارجح ان انت تسيبه او تعمل تعديلات طفيفه قوي يعني، بس هو ده اللي انت هتعمله. ولكن حاول على قد ما تقدر ان انت ما تلعبش في الاضاءه بتاعه الصوره، حاول بس تلعب في الالوان. فبعد ما ظبطنا الكونتراست وحطينا الفيلم برنت بتاعنا، هنعمل كمان نيو نود ونسميها فيلم جرين بالشكل ده كده، ونروح عند الايفكتس ونكتب من فوق فيلم. هتلاقي عندك فيلم جرين، تاخد التأثير بتاعك ده وتحطه على الصوره. طيب في حاجه مهمه لازم تعرفها، وهي ان احنا لو فعلنا الجرين بس، ال 16 مللي بيبقى شكله عامل كده، يعني حجم الحبيبات فيه متوسط. ال 8 مللي حجم الحبيبات فيه بيكون عالي. ال 35 مللي بيبقى حجم الحبيبات فيه اصغر بالشكل ده. انا عن نفسي بحب يعني في حالات بستخدم فيها ال 8 مللي. لو جينا نشوف هتلاقي 8 مللي منظره بالشكل ده. طبعا هو مش باين لكم دلوقتي في يوتيوب بسبب ضغط الصوره، ولكن حجم الحبيبات بيكون كبير. ولكن ال 35 مللي وده المفضل بالنسبه لي بيكون مدي يعني تكستشر او بيكون مدي ملمس اكتر للصوره، وبيكون محسسني ان الصوره الكواليتي بتاعتها عاليه جدا. فانا في الغالب بستخدم ال 35 مللي، ولو في بعض التعديلات فبفعل الجرين اونلي وببدا مثلا اتحكم في التكستشر سايز بالشكل ده، والتكستشر بخليه مثلا كده، وممكن مثلا السوفتنس بزودها بخلي الحبيبات نفسها حد اكتر، وبعد كده بقت بالشكل ده زي ما انتم شايفين. فده كده قبل وده كده بعد. زي ما قلت انتم مش هتشوفوا حاجه زي كده، ولكن في دافينشي بتكون واضحه اثناء ما انت بتلون. ممكن كمان نقلل الاوباسيتي شويه بالشكل ده كده. فده كده قبل وده كده بعد. طيب بس كده مبروك، انت عملت الفيلم لوك بتاعك. ولكن في خطوه زياده احيانا بتكون موجوده، دي ممكن انت تحطها وممكن ما تحطهاش. لو انت شايفها كويسه في مشاهد حطها، كمان شايفها مش كويسه فممكن ما تحطهاش. والخطوه دي هي الهيليشن. الضوء احيانا لما بينعكس على الفيلم بيعمل تاثير معين في الحتت اللي فيها كونتراست بس، وهو الهيليشن. فلو جينا نشوف دي حته مظلمه زي ما انت شايف، ودي حته منوره، هتلاقي الحواف بتاعتها واخده اللون ده بالشكل ده، وهو ده الهيليشن بالظبط. ده ممكن كمان نعمله في دافينشي عن طريق ان احنا نضغط على Alt S وهنسمي النود دي هيليشن، ونيجي هنا كمان ونكتب هيليشن. هتلاقي التأثير ده معانا، تاخده تحطه هنا، هتلاقي التأثير بقى بالشكل ده، الحتة المنورة وفيها إضاءة عالية بقت بالمنظر ده. ده كده قبل وده كده بعد. ممكن كمان انت تعمل عليها بعض التعديلات. لو حددنا الحاجات اللي هيظهر عليها التأثير بس، ممكن نقلل مثلا الحتت اللي هتتأثر معانا بالمنظر ده كده، ونزود الساتوريشن بتاع الحتة اللي هيقع عليها التأثير. فده كده قبل زي ما انتم شايفين وده كده بعد. في تأثير حلو اتضاف للصورة بتاعتنا، ده كده قبل الفيلم لوك خالص منظرها، وده كده بعد ما طبقنا الفيلم لوك. انا شايف ان الفيلم لوك هو افضل لوك انت ممكن تحطه على المشاهد السينمائيه بتاعتك. فكره ان انت ترفع الشادوز وان انت مثلا تعمل حواف سوداء من فوق او من على الجناب للصوره بتاعتك، هي حاجات بتساعد الفيلم لوك ان هو يحصل، ولكن مش هي الحاجه الاساسيه ان هي بتوصلك للفيلم لوك. فده كان بالنسبه لازاي تقدر توصل للفيلم لوك بتاعك. فده كده قبل وده كده بعد.
طيب هل انت هتعمل كده كل مره؟ لا، انت ممكن تعمل حاجه توفر على نفسك كتير يعني، وهي ان انت هتروح عند الجاليري وهتنزل تحت عند الباور جريدز، وانت مفعل كل النودز بتاعتك كليك يمين وهتضغط على جراب ستيل. هتروح عند الباور جريد هتلاقي فيه بريست اتحفظ هنا. اي بروجكت بعد كده انت هتفتحه في دافنشي هتلاقي البريست ده موجود، فتقدر تاخده وتحطه على الفيديو بتاعك. فلو شلنا كل الحاجات دي وضغطنا كليك يمين وعملنا ابلاي جريد هتلاقي التأثير نزل معنا بالشكل ده. طيب لو جينا مثلا نطبقه على مشهد تاني زي المشهد ده، جينا حطناه هتلاقي الصورة بتاعتك بقت بالشكل ده. وممكن جدا تعدل على الصورة بتاعتك لو قفلنا كل حاجة عن طريق Alt D وجينا نفتح واحدة واحدة، وقفنا على ريك 709 فتحناها بالشكل ده عن طريق Control D، هتلاقي ان الصورة بتاعتك مثلا ساتوريتد شوية. بعد كده رحنا لقي الفيلم لوج هتلاقي الصورة بتاعتك بقت بالشكل ده. بعد كده رحنا لقي الكودك 2383 فعلناه والصورة بقت بالشكل ده. اللوك ادجستمنت بقى خلاها بالشكل ده. بعد كده الفيلم جرين خلاها بالشكل ده. ممكن مثلا انت شايف ان الصورة الساتوريشن بتاعها عالي، فهتروح عند الريك 709 اللي احنا اتحكمنا عندها في الساتوريشن، فهتروح للنود بتاعتك وهتنزل تحت عند الساتوريشن وتقلله شوية بالمنظر ده كده. فده كده قبل وده كده بعد زي ما انت شايف. فانت بس محتاج تعمل الفيلم لوك ده مره واحده وتعمله كويس قوي وتهتم بيه بحيث ان انت بعد كده تحفظه، وفي اي مشهد بعد كده انت عايز تستخدمه فممكن تعمل ابلاي جريد على الفيديو بتاعك وتعدل بس الحاجات اللي انت عايز تعدلها. اي حاجه انت عايز تعدلها ممكن ترجع تعدلها بعد كده. وبس كده كده انت وصلت للفيلم لوك. وبس كده اخيرا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك لان ده بيساعدني كتير ان انا استمر، وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش. ولو عايز تتواصل معايا بخصوص اي شيء على الفيديو ده او عندك اي تساؤل فممكن تبعت لي على الانستغرام. بس كده ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.